عليكم. اليوم رانا في ولاية بيلة ونديروا الطريق ما بين شرغوم العيد، مدينة شرغوم العيد ومدينة ميلة. إذا نروح نشوفوا الطريق هذا. إذا هو في الحقيقة الطريق هذا يربط مدينة ميلة بطريق السيار شرق غرب على مستوى إذا شرغوم العيد. وهنا تشوف الاشغال، فيه اشغال تاع الازدواجيه تاع طريق السيار اللي يربط مدينة ميلة بطريق السيار شرق. وهنا نروح نشوف محطة رائعة جميلة جدا ما شاء الله. إذا تقع في المدخل تاع مدينة ميلة، محطة روعة. هنا نشوف فيه مركن للسيارات. ملحقات للخدمات. روعة، محطة روعة، محطة ما شاء الله. والله محطة جميلة جدا. أنا أشوف المحطة اللي نلبس بها. حتى الشكل، يعني الشكل الهندسي نتاع المحطة هذه، الشكل الهندسي تاعها جميل جدا. والله غير جميلة ما شاء الله.